بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. اسمك يا سيدنا النبي أجمل من العطور والزهور، ويوم شفاعتك لينا يا سيدنا النبي هتخلينا نسكن الجنة ونعيش في القصور. يوم ميلادك يا سيدنا النبي بيستناه الكبير قبل الصبي، والأرض والسماء بتشهد على ميلادك يا سيدنا النبي وبتشع نور. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. كل شوف البلد الطيب ده يا جماعه، صلي على النبي. اهم حاجه الصلاه على النبي، اللي عاوز اضحيه اللي عاوز انيه كله موجود. اللهم صل على النبي. ازيك يا معلم احمد؟ اخبار معاليك ايه؟ كل سنه وانت طيب. ممكن تعرف كده المشاهدين بالصلاه على النبي ايه العرض اللي موجود النهارده؟ ان شاء الله عندنا اسعار يا عم عبده تختلف عن اسعار النهارده في السوق. صل على النبي، اسعارنا قديمه على ما هي، ملناش دعوه بالسعر بتاع النهارده. ماشي، احنا بس عايزين من كل المشاهدين يا عم عبده اللي يبص على البقايم ديت يدينا لايك حلو ويصلي على النبي. اهم حاجه الصلاه على النبي وحده الله وبسم الله ما شاء الله. طبعا جمال في سوق برقاش مولعه نار، ودي معروفه. والله اليومين دولت يعلم بالناس ربنا، مش هنقدر نقول اكتر من كده. بص يا عم عبده، نبدا كده بالصلاه على النبي كده. رقم تليفونك الاول 010 18 18 18 كمان 18 28 28 72 العنوان عرب الصوالحه شبين القناطر محافظه القليوبيه. نبدا كده من على اليمين الاول، اهم حاجه من على اليمين. صلى على النبي عم عبده عليه الصلاه والسلام. بص بقى، من الصنع اللي عايز يضحي، اللي عايز يضحي عم عبده النهارده، اللهم صل على النبي، هنجيب اسعار من تحت. اللهم صل على النبي. واللي هتسمعه هتدفعه، اللي احنا هنقول عليه هو اللي هتيجي هتلاقيه. اللهم صل على النبي. صل على النبي عم عبد عليه الصلاه والسلام. مش هنقول 40,000 ولا 38,000 ولا 37,000. انت عايز تجدد عم عبده ب 36,000 بس. ب 36,000. اللهم صل على النبي. اهو الجمله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، كل شوف من الطيب ده يصلي على النبي. دي بكرة يا عم عبد. نتاية. لسه لبنية. لبنية بالصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. بكم دي أضرب؟ ديت ب 35 بس يا عم عبد. 35، سنها لبنة؟ لباني. تصفي قد إيه لحمة إن شاء الله كده؟ إن شاء الله بإذن الله. والله اللي يقدرها ربنا عم عبد. احنا بنقيم، ساعات بيجي تحت وساعات بتيجي فوق. اللي مقدرها ربنا. مش هنقول عشان الناس بتزعل لما بنقول مثلا 140 ونروح جايين حاسبينها في 300 زيها زي الانياج او زيها زي الاجمال الكبيره. البهايم دي الكيلو فيها ما بينقاسش ب 300 ولا اقل من 310 ولا ازيد من 310. البهايم دي مالهاش دعوه بالسكينه، مالهاش دعوه اللي عند الجزار. فاهم ازاي؟ فعشان ما نقولش 140 يقول لك ده انت حرامي ونصاب ازاي ب 140 وتجيب كده. فاحنا غنى عن الكلام ده كله. انا راجل ببيع عقود، ببيع لك جمل، ما ببيعش ليك بالميزان. خلاص يا عم عبده هنا 35 يا عم عبده 35. انا بحب اقول للمشاهد اللي انت هتسمعه هتدفعه. والله العظيم والله العظيم اختها تلعب 38 النهارده. صلى على النبي صلى على النبي. تعالى يا عم عبد الجنب، صلى على النبي. صلى على النبي على الملك الطيب ده. صلى على النبي. بكام ده؟ بص يا عم عبد، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اتفرج بقى المشاهد برضو. سن لبنه طبعا، كل ده لبنه؟ ده كله لبنه يا باشا. واللبن النهارده بيتكلم في فلوس. والله في السوق النهارده اللبن بيتكلم في فلوس. سوبر ايه؟ صلى على النبي عم عبد. يبقى احنا قلنا البكره دي لبنيه، ادي 1 2 3 4. اتنين بلدي يا عم عبد هم، واتنين دول سوداني.
اتنين بلدي واتنين سوداني. عم عبده صلى على النبي. الله يسلمك السلام. والله العظيم ثلاثة النهارده يتكلموا في 37 تمام كده؟ لكن احنا ماشيينها بالحلال، واللي هيدينا 500 هنقول له الله يبارك لك، اللي مش هيدينا 500 مش هياخدها. صلى على النبي عم عبده. الله يسلمك السلام. الأربعة دول في 35. الأربعة دول حتة عاملة 35. واحد ب 35. اثنين بلدي واثنين سوداني. منهم بكرة. منهم نتاية وثلاث ذكورة. وثلاث ذكورة. اللهم صل على النبي. اثنين بلد اهو يا عم عبد. وادي الذكر اهو. سوداني برضه. والبكر ايه تاني؟ العودة ب 36 اهو. بس صل على النبي المال دي شرف يا عم عبد. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. جينا للجد بقى. صل على النبي يا عم عبد. عليه الصلاة والسلام. انت عايز الجد؟ انا عايز اهديه لواحد ب 30,000 بس. عايز اهدي لواحد ب 30,000 بس العود ده. وبيفحر للجوز يا عم عبده. اكسر جوز. بيفحر ليهم. يعني قريب هيكسر جوز. هيكسر ان شاء الله. بس الله اعلم قبل العيد ولا بعد العيد. اهو ب 30,000 بس. ب 30,000. ده بقى له جمعتين عندنا. يا عم عبده. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. الاسعار اللي احنا بنقولها ديت من غير عرق. دي حج البهايم. تمام كده؟ وما عندناش فصال. وما تسالنيش على العرض بتاع امبارح، بتاع امبارح ما تسالنيش عليه. احنا بناخد 500 حلال يا عم عبد. مش عايزين اكتر ولا اقل. صلى على النبي يا عم عبد. ده اهو. واخوه ده اهو. 61,000. الاثنين ضمك ب 61,000. 61,000. لفوا كده. لفوا 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 خليهم يلفوا تاني. بسم الله ما شاء الله. كل يشوف المال الطيب ده يا جماعه يصلي على النبي. اهم حاجه الصلاه على النبي. صلاه النبي مكسبي. عبده. اللهم صل على النبي. صنعة. صنعة هنا يا حاج. صل على النبي عم عبده. عليه الصلاة والسلام. أنت عارف العود دي بكام عم عبده؟ مش هنقول ب 31. ولا ب 30 ونص. بص يا عم عبده. العود ده ب 30,000. وعشان خاطرك هشيل له 500. يبقى 29 ونص. 29. طب اقول لك على حاجه كمان. وعشان خاطر المشاهدين الحلوه دي اللي هتدينا لايك هنشيل كمان 500 يبقى العود ب 29,000. واللي لقيته في الجمهوريه ب 31 يبقى اقعد وحاسبني. اللهم صل على النبي. لف كده ال لفهم لفهم. بسم الله ما شاء الله. اللي عنده مين ده كذاب يا عم عبده. بسم الله. الله الوكيل المانجا. المانجا هنا. عايز ترزق هتلاقي عند مزرعه الشويحي. عايز ترزق هتلاقي عند في مزرعه الشويحي. عايز تذبح برضو موجود وهنقدم لكم النهارده ببلاش. عندك المكان للذبيح وكله؟ عندي كل حاجه. عندي مكان للذبيح وعندي حجز الضحيه. لو عايز تحجز من النهارده بعون الله هحجز لك. خلاص دي 29 عم عبده؟ ان شاء الله. صلى على النبي عم عبده. عليه الصلاه والسلام. اثنين اخواته هم. اثنين اخواته هم منجات. اثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. اخوات. الاعمار هنا قد ايه؟ جايين بقى واحده. سنتين. اقل حاجه هم دولت واقل حاجه عندي سنتين. تاخرهم كده عن بعض بعزمك كده. بسم الله ما شاء الله. اتفرج يا عم عبد تعالى هنا. بكام بقى الاثنين دول يقدر؟ صلى على النبي يا عم عبد. عليه الصلاه والسلام. الاثنين دولت ب 56.
56000. اللي عايز واحد اديله واحد، هما الاثنين يقسموا على بعض. يعني هما الاثنين يقسموا على بعض ب 56000 بس يا عم عبد. اهو اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز الحمام صلى على النبي الصنعة اهو. نخش كده على المكه دي عش. انا عايز بقى هنا عم عبده كمان صلاة على النبي عليه الصلاه والسلام. بالله عليك يا عم عبده، المشاهدين عشان نقدم لهم حاجه برضو احلى من اللي احنا قدمناه، عايز صلاة على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه كسر اربعه يا عم عبده؟ كسر اربعه اه. كسر اربع سنات. كسر اربع سنات وعش. وعش رسمي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. على عم عبده. ورخية. رخية للولدة. بسم الله ما شاء الله. عشر رسمي يا عم عبده. بسم الله ما شاء الله. الصلاة على النبي برضه النظام والدنيا هنا. دي اللي جاي من السوق النهاردة. دي جاية الوقت. واحنا برضه عم عبده مش هنقول 40000 ولا 39000 ولا 38000 عم عبده. عايز الجد؟ ب 37000 بس. ب 37000 وعشر رسمي. واسلمك على الصنار. بسم الله ما شاء الله. سنه ده؟ ده كسر اربعة عم عبده. كسر اربع سنين. بقول لك ايه؟ طلع النبي. عليه شايري اصلي. بشايري اصلي ام واب من اعلى صف في الجمال. ماشي يا امشي كده يا دار. امشي وصلي على النبي. نايم يا برك 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 صل على النبي برك. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى العده يا عم عبد، تحط العده تشغل الصبح. هنا النزول تركب شغال تحمل شغال اهو. برك برك امور بيارة. كسر اربع سنان. كسر اربعة. انزل انزل عم عبدو. بكام ده يا دار؟ ان شاء الله على النبي عم عبده عليه الصلاه والسلام. النهارده كنت طالع ب 50000. كنت طالع ب 50000. كنت وديت السوق النهارده كنت ابيعه ب 50000. لا ده عندي النهارده ب 45000. ب 45000 يا عم عبده. كله يشوف المال الطيب ده يا جماعه. صل على النبي. اهم حاجه صلاه النبي يا عم عبد. اللهم صل. اخر واحد بقى. انا اخر واحد يا عم عبد. اللهم صل. سنه ده الاول. ده ست يابا. ست. كسر ست. اه. ست يا عم عبد. شمع. بسم الله ما شاء الله. عامل كام ده يا معلم احمد؟ الله عليه الصلاه والسلام. خش خش اسحب اسحب. بسم الله ما شاء الله. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله باذن الله 200 كيلو لحمه صافي. هو يزيد بس احنا خلينا في الاقل. ان شاء الله باذن الله 200 كيلو. ما يجيب اقل منه. المال ما ينقص عليه مال ده يا عم عبد. مال ما ينقص عليه مال. صلى على النبي يا عم عبد. عليه الصلاه والسلام. عشان نقول برضه 50000. لا احنا تحت. ولا 49000. اقول لك على حاجه يا عم عبد. بمرضي الله، اهم حاجه بمرضي الله. ب 48000 بس. ب 48000. هتسمعه هتدفعه. واللي هيقول غير كده يكتب يا باشا على النت ويقول اللي هو عايزه. وفي ناس النهارده يا عم عبد
كانت معانا في السوق واحنا بنقول الاسعار دي وزمانها متابعينا، بنقول على اللي عمله ربنا، ولو في كدب هيطلع يقوله. قلت كم؟ 48 بس. 48,000 غير العرق. 45 كسر 4. 45 كسر 4 نكر. واللي كسر 6 دوت يا عم عبده 48,000. اللهم صل على والله النهارده ب 55. والله النهارده ب 55. اربط رقم تليفونك 010 18 عنوان عرب الصوالحه، مركز شبين الجناطر، محافظه الجليوبيه.